بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفقرة السابقة تكلمنا عن أهمية الديتوكس في الجسم، وأنه يفضل يكون 4 مرات في السنة مو أكثر، وما تستخدمونه حق الرجيم، بالعكس حق تنظيف السموم. وتكلمنا أن أول عضو تنظفونه اللي هو الكبد، وشو الأكل اللي مفيد حق الكبد. نتكلم عن العضو الثاني بعد تنظيف الكبد، يفضل أنكم تنظفون الكلى. إذن شلون ننظف الكلى؟ في فرق ما بين الناس اللي يعني لازم توضعوا اللي قاعد أكلمكم عنه، تنظيف غسيل الكلى أو تنظيف الكلى ما له شغل حق الناس اللي عندهم أمراض في الكلى. يعني أنتوا الحين أتكلم عن تنظيف الكلى حق الناس الطبيعيين، ولكن الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ما ينفع إنه يسوون اللي أنا قاعد أقوله، ما راح يساعدهم حق الكلى، بالعكس لازم يمشون على أخصائي التغذية على أكلهم المناسب. يعني مثلاً معروفين إنهم اللي يسوون غسيل كلى شو يصير معهم؟ ممنوعين عن البوتاسيوم، ممنوعين عن الشوفان، ممنوع عن الأشياء هذه لأنها تتعب الكلى عندهم. ولكن حق الناس الطبيعيين أنصحهم إنه يكثرون بوتاسيوم، لأن هذا يساعدنا إن نشغل الكبد ونشيل الشوائب. فحطوا ببالكم اللي أتكلم عنه حق الناس اللي ما عندهم مشاكل في الكبد. شو في الكلى، أنا آسفة، شنو الشيء الأساسي في تنظيف الكلى وكلنا نعرفه؟ ماي ماي ماي. شو نوعية الماي؟ ما يفرق، تأخذون اللي بالبطل، تأخذون اللي بالفلتر، كلهم نفس الشيء. الأملاح مربوطة بسلسلة في الماي ما ضرنا، إلا حق الناس اللي عندهم يسوون غسيل كلى وعندهم مشاكل في الكلى، هذا شيء ثاني. فإذا أنتوا حطيتوا بالكم ماي ما يفرق، بس دائما أفضل الماي الفلتر. الفلتر ليش؟ لان اللي معلب ما ندري شلون يخزنونه، والبلاستيك يتاثر مع الماء، هذا السبب الوحيد اللي اخاف منه. ولكن كاملاح لا تحاتونها، شربوا ماي بكثره، حاولوا انكم تاخذون الاكل ينظف او توسع الخلايا اللي موجوده والاعصاب اللي موجوده في الكلى. شنو هي؟ الكرامبري، التوت البري، البقدونس، هذا وايد يساعد انها ننظف. ونحاول كثر ما نقدر ناخذ الخضره والفواكه اللي تساعدني، اللي فيها عاليه بالبوتاسيوم وعاليه في بالكالسيوم. الكالسيوم ما افضله وايد، لا، البوتاسيوم والفاسفورس هو اكثر شيء اللي يساعدني انظف، بس الكالسيوم نحاول كثر ما نقدر الديري نحاول نوخر عنه، لانه هو يسبب حصوات في الكلى. فدائما حطوا بالكم هالشغله. ووقت الديتوكس اي ادويه انتم قاعد تاخذونها مثل مكملات غذائيه، مو علاج، يعني مو مثلا دواء ضغط او دواء سكر، لا، انا اتكلم عن مكملات غذائيه، فيتامينات، معادن، اي مكمل غذائي. اذا احنا قاعد نسوي ديتوكس لازم الاشياء هذه توقف ونوخر عنها عشان نريح الكلى ونقدر ننظف اي شوائب تكون منها. والكالسيوم واحد من الاشياء اللي تسبب حصوات، نحاول نوخر عنها، فالديري نوخر عنه. الخضره والفاكهه اللي هنا المنوطة غسيل الكلى نحاول نوخر عنهم، ليش؟ لأن شال البوتاسيوم والفاسفورس مثل ما قلت، هذيلا وايد يساعدون انه يشغلون الكلى ويتعبونها انه يطلعون الاملاح. فحاولوا انكم انتم تحطون الشوفان، تحطون الهول ويت فود اللي هو الخبز الاسمر اللي فيه الحبوب، هذيلا كلهم فيهم مواد فيهم عالي بالبوتاسيوم والفاسفورس، انه هو يساعدني اني انظف الكلى. الشغله الثانيه والمهمه انكم كل هذا تسوونه مع شرب الماي، حطوا ببالكم ان الكافيين تخففونه كثر ما تدرون، لان اذا خذيتوا كافيين راح يدر البول عندكم وما استفدنا شيء، فالماي اللي احنا خذيناه ما استفدنا منه، فكثروا ماي وخففوا من الكافيين. اهلا وسهلا فيكم اخواني واخواتي. كثير من الالام اللي يشكو منها الانسان هو نتيجه ما يفعل، يعني الام الظهر اللي تتكرر عندنا بشكل كبير في العياده وبشكل يومي سببها طريقه القعده. لما يقعد الانسان بطريقه مايله وانحناء بمثل هذا الشكل ولساعات طويله، متوقع ان يكون هناك في الام في الظهر. بعض الناس يقول طيب أنا أتعب لما أقعد باستقامة، ما أقدر أقعد في فترة طويلة، وبالتالي أضطر أني بعد دقيقة دقيقتين أني أرجع وأقعد بمثل هذا الشكل، وبالتالي هذه الطريقة اللي أرتاح لها. كون هذا الشيء يريحك مؤقت مو معناها راح يريحك على المدى البعيد، ولذلك لما يأتينا بعض الناس يكون عندهم آلام نحتاج أن احنا نصحح فعلا طريقتهم في القعدة. شو اللي يصير لما الإنسان يقعد فترة طويلة بانحناء؟ لما يقعد الإنسان فترة طويلة في انحناء راح تقصر عنده الأربطة وكذلك العضلات اللي تتحكم في الحوض،
فما يكون الحوض مريح لهذا الإنسان لما يقعد باستقامة، فيبذل مجهود كبير علشان أنه هو يستقيم. لو خلينا الفقرات باستقامة بشكل مستمر، راح يعتاد الإنسان على مثل هذا الاستقامة وما راح يكون هناك في تعب في العضلات. شوفوا هذيل البطلين، هذيل البطول لو أحطهم فوق بعضهم البعض راح يكون هناك في استقامة. هذا الاستقامة لو خليتها بمثل هذا الشكل، الآن وضعهم ميكانيكيا فوق بعضهم بعض مع الجاذبية ما يحتاجون لصرف شيء من الطاقة. يعني لو كانت هناك في عضلات مرتبطة في هذين البطول، راح يكون ما في حاجة للعضلات انها تشتغل عشان تقعدهم، فما راح يصير في تعب. احنا بالنسبة لنا لو حطينا الفقرات على بعضهم بعض وقعدنا باستقامة وكان عندنا مرونة في عضلات وأربطة الحوض، معناها راح نقدر ان احنا نخلي العمود الفقري باستقامة، وبالتالي نقدر نقعد لساعات طويلة دون ما نحتاج ان احنا نرجع وننحني بمثل هذا الشكل الخاطئ اللي حتما راح يعور عندنا فقرات الظهر والأربطة في الظهر واحيانا العضلات، وينتج عنا تغيرات في العمود الفقري. طيب، مثل هذا الأمر باستطاعة كل إنسان أنه يسوي لما يكون هناك عندنا تمارين مرونة في الأربطة المحيطة في العمود الفقري وخاصة في الحوض، حتى يستطيع الإنسان أنه يقعد باستقامة ويحافظ على وضع العمود الفقري باستقامة جيدة، وبالتالي ما يكون هناك في بذل كبير للطاقة. أغلب الناس راح يكون ما بين القعدة هذه والقعدة هذه، يعور ظهره فبالتالي يقعد كذي ويتعب ويرجع مرة ثانية. لو قعدنا بمثل هذا الاستقامة لما يكون عندنا مرونة في الأربطة والعضلات في الحوض، راح نستطيع ان احنا نقعد في استقامة ونحافظ على العمود الفقري دون جهد مضاعف من قبل العضلات، ويقعد الإنسان لساعات دون الحاجة الى انه هو يمر في الآلام المزعجة. ما تشوفون شر، ونشوفكم في حلقة أخرى. رحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة مميزة وجديدة من برنامج صحتك بالدنيا. شنو المشاكل اللي تعرض لها المدمنين؟ ليش هذه الحلقة مميزة؟ لأن فيها شوية بتكلم عن الأشياء اللي في وايد أسر مو مستوعبينها عن الإدمان. ترى المدمن إحنا بالعلاج، في علاج الإدمان في خلال عملية التأهيل، نمنع المدمن من العمل أو أن تحمل مسؤولية معينة لمدة 6 شهور على الأقل. هذا أثناء عملية التأهيل وليس التوقف في البيت بروحه. أثناء العملية هذه لازم ما يشتغل 6 شهور على الأقل، ولا يتحمل مسؤولية، لا شغل ولا زواج ولا دراسة ولا تجارة. ضروري خلال هذه 6 شهور على أنه يركز في نفسه وشلون يعدل سلوكه وشلون يتحمل مسؤولية ذاته. المدمن بطبيعته عنده خدعة، مرض يخدعه ذهنيا وعقليا، يستخدم معاه أسلوب الإنكار، أنه يقول له أنت قادر على العمل وقادر على الزواج وقادر على التجارة مثلا. هذه خدعة المرض يمارسها اتجاه مريض الإدمان، فإحنا نوعيه ونحذره من هذا الجانب. بعد 6 شهور نطلب منه أن يعوض أسرته عن الأضرار اللي سواها، نطلب منه أن يعوض المجتمع عن الأضرار اللي سواها لهذا المجتمع، نطلب منه أن يبدأ في البحث عن عمل، نبدأ نطلب منه أن يشيل الأشياء القانونية اللي عليه أو يضبطها ويصلحها، حتى لو كان عليه أحكام جنائية لازم يروح ينفذ هذه الأحكام. أصلاً ممنوع نستقبل أحد عندنا في العلاج إذا كان عليه مطلوب حالياً للجهات الأمنية، لازم يروح يخلص اللي عليه وبعدين يرجع ثاني مرة. فكثير من الناس وكثير من أفراد المجتمع سواء عندهم مدمن أو ما عندهم مدمن، يعتقدون أن هذا الشخص خلاص توقف اليوم عن التعاطي، أسبوع زمان راحت الأعراض الانسحابية، اليوم لازم نزوجه، لازم نوظفه، لازم نخليه يتحمل مسؤولية، لازم نمسكه شركاتنا إذا كان عندنا شركات، نمسكه تجارتنا إذا كان عندنا تجارة. وهذا الكلام مو صحيح، ويضر المدمن ما يفيده، لأن المدمن مخدوع مثل ما قلت لكم قبل شوي في الفكرة أنه قادر على فعل مثل هذه الأشياء.
المدمن جدا إنسان ضعيف، ليس إنسان مسكين. أنا ما أقول إن إنسان مسكين، إنسان ضعيف، ولكن ظاهريا نشوفه إحنا أنه قوي. لازم نحتويه في البداية بطريقة عقلانية وعلمية، وبعدين نعلمه شلون يواجه مشاكله الخارجية. المدمن يا جماعة جهاز حساس، إذا ما نعرف له راح نخربه بالضبط كالجهاز الحساس. إذا ما عرفنا له نخربه أو نضره ونضر أنفسنا معاه. لما يعني وايد نواجه حالات عيالهم أول ما يتوقفون عن التعاطي يروحون يزوجونه، إذا أنت ضريت البنت اللي أنت زوجتها إياها، أو ضريتي الريال اللي زوجتيه بنتك اللي تتعاطى المخدرات. فلذلك لازم ننتبه حق عملية الإدمان، والعلاج الأساسي لعملية الإدمان هو التأهيل وليس الأعراض الانسحابية. الأعراض الانسحابية هي مرحلة تكاد لا تذكر، ممكن أديها في أي مكان، في البيت، في المستشفى، في أي مكان ممكن تسوون إزالة السموم أو الأعراض الانسحابية. هي ببساطة نوم وأكل نظيف وشرب نظيف وخلصنا. نوم، أكل، شرب، دخول حمام، هذه هي إزالة السموم، مو نحط دم ونشيل دم ثاني. هذه معلومات يعني غير صحيحة، مغلوطة عند المجتمع الخارجي. فإزالة السموم هي مو مرحلة مهمة بذاك الزود، الأهم هي مرحلة التأهيل التي لا تقل عن 6 شهور. يعطيكم العافية.